الناجحين وديما الاولانيين. صادق الدكتور. دكتور حبيت نشكر اول حاجه التقنيين والصحفيين اللي ما غير خدمتهم هما وقوفهم وحسام وعمر ومروان ومالك والولاد الكل اللي كانوا موجودين معناها معانا كل يوم وكانوا يامنوا في خلينا نقولوا الباك جراوند نتاع الخدمه الكل باك اوفيس. حبيت نشكر ايضا معناها التقنيين الكل فريق العمل الكل. حبيت نشكر الجمهور العزيز اللي كان ديما موجود معانا وديما يساند فينا ويقعد معانا بساعات معناها لاخر ساعات الليل. حبيت نشكر المشاهدين اللي هما عطاو ثقتهم فينا وتفرجوا فينا وتبعونا على كامل المحامل وتواصلوا معانا كما با انت تغرمت درني ما باش انا اليوتيوب وكانت حاجه ممتازه برشا معناها اي لا ممتازه برشا وحكينا فيه الموضوع من الاول من اول ليميسيون فريمون كانت تجربه فريده من نوعها ممتازه. بيان سور الاولاد معناها يسي بريزون كلهم جمال خدمت معاه معناها بار لو باسي عمناه والوليد كلك فوا سامي بون اول مره سي ان اونور معناها سي ان كاليبر كبير تبارك الله عليه الي قال الامام مالك مازال معناها فهمتني في اول طريق ونقول ان شاء الله من نجاح النجاح. كمال خويا وصديقي دوبي لونتون نخدموا مع بعضنا وفوالا معناها حبيت نشكر انا دكتور حبيت نشكرك زاده لانه انا ما نحبش في الاكيب تاعي بالحق اللي قال عليك على الدخلاء اللي ما يفهموش في الكوره وترجع وتخدم صادق طبيب ومسال كنت طبيب. حاب نذكر بانه تيري جيلاردي عامل احسن مقدم ومذيع وصحفي في كانال بلوس عامل سيونس بو. ما كان حتى حد يقول عليه شو دخلك في الكوره؟ شو دخلك تحكي على الكوره ولا شو دخلك؟ خاصة نعرفوا المجهودات الكبيرة اللي يقول بها صادق. ذكر نوفانتيزيمو مينوتي تذكروا. 90 مينوتي كان عامل ايكونومي. صحيح. أنا عامل دروع عامل قانون حضرتهم برشا منظم حفلات كان توفى سكونشيرتي داير توفى كان منظم حفلات مورينو أكبر مدرب كان مترجم معناها المشبه هو الاستنقاص من الناس مهما كانت المهنة نتاعهم لأنه مس الصفات